اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف بعد اهم العناوين. نبدا من العربي الجديد. وزير الصحه في العراق يهدد بحظر التجوال بعد تصاعد اصابات كورونا. في المدى وزاره الصحه تسجل 1317 اصابه بكورونا وتحذر اللقاح لا يغني عن الكمامه. في العرب اللندنية القوات الكردية تنفي التحرك صوب مواقع للجيش الحكومي في نينوى. في الحر عراق الكشف عن وثائق تتعلق بحربي العراق وأفغانستان. أما في الشرق الأوسط واشنطن تعلن تمسكها بقانون قيصر الذي يعاقب شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري. في عربي 21 خامنئي يستخدم تويتر ويحرم الإيرانيين منه. نطلع في القدس العربي. غزة تنتظر لقاحات كورونا ووزارة الصحة تسجل 10 وفيات و670 إصابة. الميثاق الوطني العراقي تناول في افتتاحيته المقاومة العراقية التي أجبرت الاحتلال الأمريكي على الرضوخ في مقالة جاء فيها: بعد كل ما قدمته المقاومة العراقية يأتيك من يزعم صلته بالمقاومة بل ويدعيها ويحوزها لنفسه تزويرا وكذبا، وما درى أن للتاريخ ألف عين وأن للحقائق ألف لسان يلهج بها ويكشفها للناس، وما درى أيضاً أن المقاومة استحقاق وطني لأصحابها وشرف لا ينازعون فيه أحد من الطارئين على الأوطان والأديان والمذاهب والبلاد. أجبرت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في عامي 2005 و2006 على العزم على الانسحاب من العراق، وهي حقيقة وثقها التاريخ وشهدت بها الوقائع تحت ضغط العمليات العسكرية لفصائل المقاومة على غير ما تعود عليه الأمريكان في حروبهم السابقة، ولا سيما بعد تصاعد معدلات الخسائر وازدياد أعداد القتلى، ليسجل جيش الاحتلال رقماً قياسياً بتعرضه لأكبر نسبة خسائر منذ الحرب العالمية الثانية. وقد اشتهرت مقولة الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الصغير التي وثقت حالة الهزيمة هذا وأظهرت عمق المشكلة التي كان فيها الاحتلال عندما قال: كنا نروج مزاعم النصر حتى لا تستولي روح الهزيمة على جنودنا. وهي مقولة أردفها برضوخه على مضض لقادة جيشه عندما أجبروه على تغيير استراتيجيته وإلغاء فكرة الانسحاب واستبدالها باستراتيجية جديدة، بل باستراتيجيات أخرى بعد ذلك حتى لا يمنح شرف النصر للمقاومة العراقية وللحيلولة دون كشف هزيمة أمريكا أمام العالم وفضحها. هذا ما حصل، حيث وجدت قوات الاحتلال في القوى السياسية والأحزاب التي جاءت معها وأعانتها على احتلال العراق عوناً جديداً وسنداً مستمراً وصديقاً لا يكل في ترسيخ حالة الاحتلال وتفادي الهزيمة المدوية. وهكذا انبرت ميليشيات الأحزاب الحاكمة في دعم الاحتلال وزيادة جهدها في محاربة المقاومة العراقية بحجة الإرهاب. وأضاف الميثاق الوطني العراقي أن الميليشيات لن تعدو قدرها الذي هو استحقاق أيضا، فهي وأحزابها أدوات مخلصة للمحتل في تدمير العراق. عن انهيار التعليم في العراق كتب دكتور محمد الربيعي مقالة جاء فيها: إذا استطعنا النظر فيما يقرب من عقدين من المنهج الدراسي من أي مرحلة دراسية فيمكننا بسهولة أن نستنتج أنه كانت هناك تغييرات طفيفة في المنهج الدراسي، ولكنها لم تكن تستجيب لحاجة المجتمع والسوق. يلعب التعليم دوراً حاسماً في تنمية الفرد وبالتالي المجتمع بأكمله، ورغم أن تاريخ نظام التعليم العراقي يتضمن أمثلة إيجابية يمكن الافتخار بها، إلا أنه في الوقت الحاضر
يعاني من أزمة حادة على الصعيدين المدرسي والجامعي، ويتلقى انتقادات واسعة، فلا يمكن إنكار أننا بدأنا بالتأخر منذ عدة عقود، وفي الوقت الذي تشكو فيه بعض مناطق العراق من انعدام المدارس أو من الأبنية الطينية وخلوها من المرافق الضرورية، فإن معظم الطلبة المتفتحين ذهنياً الذين تمكنوا من تحقيق مستوى عال من التعليم هاجروا الوطن بحثاً عن حياة أفضل وفرص عمل لا تتوفر في الداخل. وواضح أن الحكومة لا تولي اهتماماً بالتعليم ولا تبذل جهوداً كافية لضمان تعليم كل طفل كحق أساس، وما زالت الإجراءات التي تقوم بها فاشلة، والظاهر هو وجود اختناقات عسيرة في العملية التربوية معظمها يعود إلى اعتماد التعليم الزائف كمنهج، وما ساعد على ترسيخ هذا التعليم هو انتشار الفساد وجهل القيادات السياسية. في بلدنا نقيس الموهبة حسب درجات الطالب، فالذي يحصل على أكثر من 90% من الدرجات لامع، والذي يحصل على درجات متوسطة يعتبر ضعيفاً وليس له مستقبل، وامتحانات البكالوريا لها أهمية قصوى، وقد يؤدي عدم الحصول على معدلات عالية فيها إلى تعريض الطلاب لسلسلة من الخذلان والإذلال وفقدان الثقة. أضاف الربيعي: الشيء المهم الذي يفتقر إليه نظام التعليم في العراق هو معرفة حاجة السوق والوظائف التي يحتاجها المجتمع. بعبارات بسيطة، الطالب يعلم كيف يشرح عملية معينة، ولكنه لا يعرف أبداً كيفية القيام بها، إذ لا تحتوي المناهج الدراسية على أي أساسيات عن كيفية عمل السوق وكيفية إدارة الاقتصاد. العشوائيات في العراق مأساة تؤرق كثيراً من العراقيين، وهو ما تناولته الكاتبة باهرة الشيخلي في مقالة جاء فيها. أشارت التقديرات من قبل في عام 2003 إلى حاجة البلاد إلى نحو 2.5 مليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانقة، إلا أن الحكومات المتعاقبة في العراق أخفقت في بناء هذا العدد المطلوب من الوحدات السكنية مع الموازنات الكبيرة للدولة بسبب ازدياد أسعار النفط حينها، والتي أكل الفساد أغلبها. أعاد تصريح الأسبوع الماضي للخبير الاقتصادي حيدر عبد الله الحديث عن العشوائيات في العراق إلى الواجهة مجدداً، إذ أكد أن عدد المواطنين الذين يعيشون في العشوائيات في العراق يقدر بأكثر من 7 ملايين مواطن، بعد أن كان 3.5 مليون سنة 2016 في آخر إحصائية لوزارة التخطيط. ويعكس هذا التصريح أن العشوائيات في العراق كارثة سكانية تتنامى بشكل متسارع، منذرة بالاتساع سنة بعد أخرى. أصبحت ظاهرة العشوائيات من مصطلحات ما بعد 2003، شأنها شأن الظواهر الأخرى التي ولدتها دولة ميليشيات باتت مهيمنة على الحياة العراقية، إذ خصص البعض ممن جلسوا على كرسي رئاسة الحكومة قطعاً سكنية لمؤيديهم ومريديهم، وكانت في الحقيقة إقطاعيات كبرى، مثل ما استحوذوهم ومسؤولو الحكومات المتعاقبة على عقارات الدولة، بل إن رؤساء الأحزاب الدينية وميليشياتها لم يكتفوا باغتصاب منازل العراقيين، بل أقاموا إقطاعيات خاصة شبيهة بالمستعمرات، وتشكل قضية العشوائيات معضلة من تداعياتها الفقر والمرض وانعدام الخدمات وشروط الحياة. ولنعرف حجم العشوائيات في العراق علينا معرفة معدل السرقات الحكومية والفساد السياسي والنهب المالي والخراب الإداري المتصاعد. إنه الجوع النفسي في نفوس حكام المستوطنة الخضراء الذين أوصلوا العراق إلى الهاوية. أضافت الكاتبة باهرة الشيخلي متسائلة: هل ستستطيع أي حكومة تحقيق ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي ينتظر البلد وجائحة كورونا التي زادت طين العراق بله؟ العداء الأمريكي الإيراني وإسقاطاته على المنطقة موضوع تناوله الكاتب طلال بركات، والذي أكد أن هناك تهيئة لبناء مسرح جديد
يستوعب جميع أدوار الأطراف المعنية لعرض فصول التسويات العالقة بشأن الاتفاق النووي، ولا نعلم إذا كان العربي في هذا المسرح دور أصلي أم دور هامشي. ليست الاتصالات بين إيران من جهة والكيان الصهيوني وأمريكا من جهة أخرى مخفية. نائب رئيس جمهورية إيران السابق محمد أبطحي قال إنه لولا إيران لما تمكنت أمريكا من احتلال أفغانستان والعراق، وهذا يعني أن هناك أبعاد حقيقية تحتاج إلى تأمل، لأنها أبعد من أن تكون اتصالات عابرة، وإنما أسفرت عن نتائج أدت إلى فتح المجال الجوي الإيراني للطيران الحربي الأمريكي لضرب العراق، ما يدل على وجود شراكة في الحرب ضد العراق نابعة عن خلفية تخابر وتعاون غير مستجد بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، كان ثمنه تسليم العراق إلى إيران بعد الاحتلال لتعبث به كما تشاء، وإن هذا التعاون يجعلنا نشكك بالضربات الصهيونية المستمرة على الميليشيات الإيرانية في سوريا، والدليل صمت إيران لأكثر من سنتين، وهي المشهورة بالهذيان والجعجعة والتهديدات الفضفاضة، ما يعني أن تلك الضربات يمكن أن تكون لأغراض التمويه، وحتى لو كانت صحيحة فخسائر إيران بالأرواح ميليشيات ولائية لا تعنيها بشيء، أما إذا كانت الخسائر بالأموال فهي أموال عراقية وسورية. إن مسرحية ترامب التي خدع بها العالم وانتهت بعودة السفن والغواصات والطائرات كانت الغاية المطلوبة منها وفق المخطط الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني بعيد المدى، هي فسح المجال لإيران في التمادي لدفع العرب إلى إقامة تحالف عربي صهيوني يتخطى حدود التطبيع. وأضاف بركات: يبقى السؤال الأخير، إذا كانت إيران قد هيئت مستلزمات إنتاج السلاح النووي وهي قادرة على إنتاجه في غضون أسابيع، فهل هناك من مسوغ لهذا التهويل بشأن العودة إلى الاتفاق وهي قادرة على إنتاج هذا النوع من الأسلحة سواء كان في السر أو بعد افتعالها أي أزمة بحجة الإخلال بتنفيذ شروط الاتفاق؟ وإيران كما هو معروف ضليعة بالغدر والتراجع واللف والدوران. الانتخابات الأمريكية وما تبعها من الحديث بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتدام الصراع بين واشنطن وطهران موضوع تناوله الكاتب علي العبدالله في مقالة جاء فيها: لن تكون العودة إلى الاتفاق النووي سهلة أو قريبة في ضوء جملة عوامل داخلية ودولية، فإيران تستعد لانتخابات رئاسية تجرى في 18 من شهر حزيران 2021، وشد الحذار بين التيارين الإصلاحي والمتشدد على أشده. انطلقت مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن رسائل إيرانية دبلوماسية وسياسية وعسكرية رداً على مواقف أعلنها الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بشأن الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية، في محاولة لدفعه إلى تغيير مواقفه تحت تأثير التصلب الإيراني وفرض تصورها للخروج من الجمود الراهن. انطوت الرسائل السياسية الإيرانية على حجة تقول إن على من انسحب من الاتفاق العودة إليه أولاً ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب كي تعود هي عن الخطوات التي قامت بها رداً على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات، كما انطوت على رفضها إجراء تغيير في الاتفاق وسعت إلى تعزيز موقفها بالحصول على دعم خارجي، إذ قام وزير الخارجية محمد جواد ظريف بجولة إقليمية شملت أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وروسيا حصل فيها على تأييد بعض الدول، فزادت الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة بالإعلان عن ضيق الوقت بالتلويح بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في الأسبوع الأخير من شباط الجاري ومنع المفتشين من زيارة المنشآت النووية ومتابعة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%. أما العودة إلى الاتفاق النووي فستستغرق وقتاً أطول، فإيران لا تزال بعيدة عن الامتثال لمتطلبات الاتفاق.
أضاف العبد الله سيبقى شد والإرخاء مستمرا بحده الأدنى حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وسيستمر عض الأصابع في محاولة كل طرف دفع الطرف الآخر إلى الصراخ أولا أو القبول بشروطه. الرئيس الأمريكي الجديد وسياسته الخارجية تجاه الشرق الأوسط موضوع تناوله الكاتب عثمان مرغني في مقالة جاء فيها نظرة فاحصة إلى إدارة بايدن وفريق السياسة الخارجية، على وجه الخصوص تشير إلى أنها ترتب أولوياتها وعينها على الصين وآسيا. إن الرسالة التي حرص البيت الأبيض على إيصالها في مقطع الفيديو الذي نشره على تويتر والذي حدد فيه 4 أولويات للإدارة هي السيطرة على جائحة كورونا التي تتصدر فيها أمريكا العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، ومواجهة تحديات المناخ، وإعادة بناء الطبقة الوسطى الأمريكية، والعمل على تحقيق العدالة العرقية في المجتمع الأمريكي. فالمقطع لم يأتي على ذكر السياسة الخارجية، وهي حتماً موجودة وبالضرورة في اهتمامات إدارة قالت إنها تريد عودة أمريكا إلى دورها لا الانكفاء عنه، واستعدادها لقيادة العالم لا الانسحاب منه على حد تعبير بايدن. لكن حتى في هذا الجانب فإن تركيز الإدارة سيكون بعيداً عن منطقتنا لوقت قد يطول أو يقصر حسب الظروف والتطورات. ستكون المعركة الاقتصادية والتجارية مع الصين التي عدها بايدن تحدياً من نوع خاص من أولويات الإدارة، لذلك تم تعيين عدد من الخبراء في الشؤون الصينية بمواقع مهمة من الخارجية إلى وزارة الدفاع، ولذلك عكف مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة جيك سلوفيان على إعادة هيكلة إدارات مجلس الأمن القومي بتقليص حجم فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشرف عليه بريت ماكيرغ، وتوسيع الفريق المكلف بسياسات جنوب شرقي آسيا الذي يديره كورت كامبل. وبالتالي فإن واشنطن لا تريد تركيز جهدها ووقتها في المنطقة العربية. أضاف مرغني في نهاية المطاف إدارة بايدن ستكون اهتماماتها الكبرى بعيدة عن الصراعات في المنطقة. ستركز إدارة بايدن على همومها الداخلية وعلى قضية تعدها دوائر القرار في واشنطن التحدي الأكبر الذي تواجهه أمريكا، وهو النفوذ الصيني المتعاظم. زار فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية مختبراً كبيراً لأبحاث الفيروسات في مدينة ووهان في الصين للبحث عن أدلة على منشأ جائحة كورونا. وقد وصل الفريق بقيادة خبير الفيروسات في منظمة الصحة العالمية بيتر بن مبارك إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات الخاضع لحراسة مشددة. وصل في نحو الساعة 9:30 صباحاً، وقال بيتر داستزاك عضو الفريق رئيس منظمة إيكو هيلث إلناس، قال إنه يتطلع إلى مقابلة أشخاص بارزين هناك وطرح جميع الأسئلة المهمة التي يجب طرحها. وكان المعهد محورا لعدد من نظريات المؤامرة التي تقول إن تسربا في المختبر في ووهان قد تسبب في أول انتشار لفيروس كورونا بالمدينة في نهاية عام 2019. وهذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى أو يوم السبت المقبل سيكون لنا موعد مع صداقة جديد في رعاية الله.